مرحبا، شلونكم؟ أتمنى الكل يكون بخير وصحة وسلامة يا رب. راح نسوي وياكم اليوم كبة، احنا نسميها كبة خمسة أو كبة حامضة. عندي هنا 3 كيلو لحم، 3 كيلو لحم مثروم. راح نضيف له رز مطحون، تقدرين تطحنيه بالبيت أو تشتريه من السوق. يعني هذا مغذلته من سميرة ميس، نوعية كلش ممتازة. هنا لازم يكون اللحم، هالكوبة يكون اللحم أكثر من الرز. راح أضيف 3 كوب، أستعمل كوب قياس measurement cup. راح أضيف 3 كوب وأضيف ملح فلفل أسود. نعجن، خلي شوية مي ونعجن وأشوف إذا أحتاج رز بعد أو لا. عجنتها أول مرة، طبعا رجع أضفت كوب الأخ من الرز المطحون. هسه صار عندي 4 كوب رز مطحون، 3 كيلو لحم، ملح وفلفل أسود. وعجنتها بنص كوب مي بارد، مو مي دافي ولا مي حار، حتى لا يزنخ اللحم ويانا. من سوينا هاي الكوبة، جيبي لحم يكون بي شحم، لا تجيبي هبر لان راح مريتها تكون مخشبة بالطبخ. هسه راح اتركها نص ساعة ونرجع نعيد عليها ونعجنها للمرة الثانية. رجعت بعد نص ساعة عجنتها مرة ثانية، وهسه راح نبدي تشكيل الكباب مالتنا. بعدين راح ننتقل حتى نسوي المرقة مالتها. طبعا تقدرين تضيفين لحم غنم بحدود الربع كيلو او نص كيلو، يطلع طعمها بعد اطيب. اني ما ضفت لان مرادوها اليوم بلحم الغنم، فبس اكتفيت بالجرام بيف. وهسه راح ننتقل للخطوة اللي بعدها. اكلت الكبب مالتي بهالشكل هذا، سلكت اللحم. اللحم اخذت فيل بونين، شولدر بونين، كان بي عظم. اللحم الأكلة هاي تحتاج لحم بي عظم، وخليت بي زعتر بري، هذا نجيبه من شمال العراق، وأيضا موجود هنا أسواق سميرميس، واللي ما تلقى من عنده تقدر تستعمل الثايم، نفس الطعم ينطي. بس راح شوي ونبدي ننزل الكبب مالتنا التشويب. راح أبدي أنزل الكبب مالتي، والحموضة ما راح اخليها هسه، اخليها بالنهاية بعد ما اخلي الشلغم. طبعا الشلغم اختياري، كل ملة تسويها شكل، احنا نخلي بيها شلغم ويطلع كلش طيب، فهذا الشيء متوقف عليكم. بس الحموضة حتى لو ما تخلين شلغم ما راح تخليها هسه لحد ما تستوي الكبب عندك. والحموضة حسب الرغبة، يا اما تخلين سماق او تخلين لمندوزي اللي متوفر وياك. انزل الكبب وارجع لكم. هسه راح اسلك الشلغم، خليت مي وراح انزل شوي من مي تلك الكبب حتى يعطون طعم بالسلق. بعدين راح اشيل الشلغم ويا المي مالته انزلهم على الكبب. هسه راح اشيل الشلغم طبعا نص استوى واخليه ويا الكبب. شوية مي من سلق الشلغم ضغفتهم كلهم للكبب، راح انزل بيهم، نزلت بيهم سماق تقريبا كوب واحد. نسلقهم ل10 دقائق، واذا ارادوا مي ناخذ من نفس مي الكبب ونخليها عليهم. نسلق السماق مالتنا 10 دقائق ونرجع لكم. سلقت السماق، راح انزل المي مالته بالكبب ونتركها 20 دقيقة ربع ساعة ونقدم أكلتنا. خلصت، ونشوفكم بالنتيجة بالشكل النهائي. خلصت أكلتنا لهذا اليوم، طلعت بالشكل هذا. سويت وياها خبز، وسويت من أيضا من هذا الخبز. باكر إن شاء الله راح أصور الطريقة، لأن ما لحقت اليوم كان عندي أكثر من شغلة.
خليت بها فتا تشيز ومعدنوس. اذا الله راد باكر راح انزلكم الوصفه بالتفصيل، واتمنى تكون عجبتكم الوصفه. جربوها، هذا النوع من الكباب راح تحبوه كلش، خاصه الاطفال. وطبعا تقدرين تفرزيهم، يعني من تسويهم تشكليهم تقدرين تفرزيهم، يكونون جاهزات الطبخ اي وقت تريدين. اشوفكم بخير، مع السلامه.